بسبب الإصرار، بسبب الرغبة. الجميع يتفانون ويضحون، الطلبة من جهتهم وإدارة المدرسة من جهتها، أكثر من 30 مدرسا، أغلبهم لديه شهادات علمية، دكتوراه وماجستير، منهم من تخرج من مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن اليمن، وهم لا يتقاضون راتبا إلا شيئا قليلا جدا، يضطرون للعمل في مؤسسات أخرى لكي يغطوا حاجتهم، لكنهم لم يستسلموا، لأن هذا دينهم، لأن هذه خصوصيتهم. لو تركوا الإسلام لذابوا في المجتمع البوذي الذي يحيط بهم، فيربون أولادهم على الإسلام وعلى اللغة العربية. وهكذا زرنا مدارس كثيرة على هذا النحو، يبذل أصحابها ما يستطيعون ويطلبون الدعم. وفي لقاء من اللقاءات عندما ذهبنا إلى العاصمة بانكوك وألقيت محاضرة عن الإسلام والتسامح، وأخبرتهم عن حقيقة الإسلام في تعايشه وسلمه مع الأمم ونشره للخير والأمان، شريطة عدم الاعتداء على مقدساته. فالإسلام لا يقبل الظلم أيضا، ولا يقف مكتوف الأيدي حين يعتدى على أفراده في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم، أو يعتدى على مقدساتهم، فإن ذلك حق مشروع لهم للدفاع ومقاومة العدو، حتى لا يفهم من ذلك ذلة أيضا، ومع حق المسلم في نشر دينه، لكن لا يكره أحدا على قبول دينه، ولكن على الآخر الذي لم يقبل الدين الحق أن يعلم أنه سيتحمل مسؤوليته كاملة يوم القيامة، لأنه أعرض عن الحق، وسيكون مصيره جهنم والعياذ بالله. ذكرت هذا الأمر مع قيوده حتى تكون المسألة واضحة، وأخبرتم أن الذي يحصل في كثير من بلاد العالم اليوم، وخاصة في البلاد العربية، من تقاتل المسلمين بعضهم مع بعض، أو من قتل الأبرياء ولو كانوا من غير المسلمين، لا يمت إلى الدين بصلة. فقالوا هذا الذي نريد، هذا الإسلام الذي نريد، ونحن مستعدون لجمع من المسؤولين في الحكومة عندنا هنا، أي في تايلاند، لكي تخبرهم بهذا الكلام، لأننا نخشى أنهم يتعاملون معنا على التصور الذي يصوره لهم الإعلام، ونحن قلة هنا وندفع ثمن أخطاء بعض أفراد الأمة عندكم. فالناس بحاجة إلى الخير، وهؤلاء مسلمون والحمد لله منفتحون وراغبون في الدعم، والخير موجود في هذه الأمة. لا نترك المجال لبعض المتطرفين أو ما يسمون بالإرهابيين لينشروا أفكارهم، ليستحوذوا على الشباب الذين لا يجدون منفذا لتعلم العلم الصحيح، فيقعون فريسة سهلة لأمثال هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. لكن أين الدور؟ أين متابعة هذا الأمر؟ الأبواب مفتوحة.